السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبدي كورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن منتخب مصر وإشارة القيادة الحيرانة. محمد صلاح ياخدها ولا بالآدمية؟ نديها لمحمد صلاح ولا نخليها بالآدمية زي ما هي؟ وطلعنا عملنا حلقة واتكلمنا، قلنا يا جماعة لا اتحاد الكورة يتدخل ولا مدير المنتخب يتدخل، مش عايزين ندخل نفسنا في صراعات تافهة جوه المنتخب، مش عايزين نشتت نفسنا كمنتخب مصر. لعيب يقول لك لا انا اقدم واحد والمفروض احق بيها تدوها لمحمد صلاح، ونخش بقى في صراعات تافهة ملهاش اي لازمة. بس الحمد لله طلع وحسم الجدل الكابتن حسام البدري المدرب منتخب الوطني، وقال هنشوف قال ايه جوه الحلقة، وقرر ان شارة القيادة ياخدها محمد صلاح ولا قرر ان شارة القيادة تبقى بالآدمية. هنقول ده جوه الحلقة. بس قبل ما نخش على الحلقة تنزل تدعمنا بلايك، لايك كتير، ادعمونا باللايك عشان فيديوهاتنا تنتشر، وشير للحلقة وسبسكرايب للناس الجديدة، ويلا بينا نخش على الحلقة. طبعا كنت عملت حلقة واتكلمت فيها وهاجمت فيها الاتحاد المصري، وهاجمت فيها مدير المنتخب، وهاجمت فيها اي حد بينادي ان الشارة ياخدها محمد صلاح. المعمول بيه في مصر الادمية، المعمول بيه في كل اندية مصر الادمية. ابو تريكة ضربت مثال ان ابو تريكة كان مولع الدنيا مع منتخب مصر وما خدش شارة القيادة. كان احمد حسن عشان هو القديم، وكان عصام الحضري عشان هو القديم، كانوا القيادة معاهم. فطلبنا من هنا قلنا لا مش عايزين محمد صلاح. انا مش عايز محمد صلاح ياخد يبقى كابتن مصر، انا عايز الاقدم هو اللي ياخد يبقى كابتن مصر. دي حاجة لازم تبقى موجودة. وفعلا استجابة الكابتن حسام البدري قرر يدي الشارة لمين. كابتن حسام البدري والمنتخب مصر قرروا ان الاقدمية هي اللي هتفصل في شارة القيادة، مش هيدوها لمحمد صلاح. محمد صلاح لو الاقدم في منتخب مصر هياخدها، لكن لو محمد صلاح مش الاقدم مش هياخدها. يعني احمد فتحي هياخد شارة القيادة لو متواجد في منتخب مصر، لو في حد اقدم منه هياخد شارة القيادة. فعلا قرار صائب وحكيم في الوقت ده. قلنا ملوش لازمة انك تخلق فتنة ما بين اللعيبة في الوقت ان منتخب مصر فيه مش في افضل حالاته. احنا حاليا في اسوأ حالاتنا وبنبني فرقة جديدة، مش عايزين نخش في صراعات داخلية ما بين اللعيبة. يعني خلصنا احنا كل حاجة عشان نتكلم ونقول مين ياخد الشارة. ما هو خلاص احنا خلصنا كل حاجة، يعني احنا واخدين بطولة افريقيا وهنصعد كاس عالم وواخدين بطولات كتير، فاتفرغنا بقى احنا زهقانين نشوف مين بقى اللي هياخد الشارة يا جماعة، نعمل مشكلة كده ونتكلم فيها كتير. يا جماعة احنا اساسا منتخبنا الفترة دي في اسوأ حالاته، يعني ما تعملوش صراعات بقى بين اللعيبة. وفعلا شكرا لكابتن حسام البدري انه طلع وقال ان شارة القيادة بالادمية ده انا كنت بنادي بيه وده اللي انا مقتنع بيه، لان في مصر احنا بنعمل كده كاندية وكمنتخبات، الاقدم في الفريق هو ليه شارة القيادة. قول لي رأيك في القرار اللي اتخذه الكابتن حسام البدري، انا شايفه قرار صائب جدا جدا. و كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. يا ريت تنزل تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للناس الجديده، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، واستنانا في حلقات بطوله تصفيات بطوله افريقيا. هنتكلم عن منتخبات العربيه، هنتكلم عن كل مجموعه. لو عايزنا نتكلم عن المجموعات كلها في حلقه واحده نعملها، لو عايزنا نتكلم عن مجموعه مجموعه مفيش اي مشاكل قول لنا ده في الكومنتات. سلام.